منذ الحرب كانوا على موعد مع الشتات، ومنذ الميليشيا التي وطأت بأسلحتها هذه المناطق الغفيرة حاملة معها أسباب الموت. الكدحة عنوان جديد لمأساة أخرى تضاف لسجل الحرب المضخم بالأوجاع. نازحين، نازحون أجل في هذه المناطق المهجورة من أسباب الحياة، يعيشون قسوة الطبيعة والحرب معا. 400 أسرة نزحت خلال أسبوع واحد بحسب ما ذكره مدير عام مديرية المعافر بمحافظة تعز عادل المشمر. المكازمة والعفيرة والكدحة والمشاول السفلى مناطق شهدت موجة نزوح جديدة. لم يختر النازحون واقعهم المفروض عليهم في هذا العراء الفسيح، لا سحب هنا ولا أمل يزورهم باستثناء وعود تطلق ولا تفي. وبعدين عملنا للقرية هذه ما في شيء عمل، رجعنا جالسين، منظمة يجوا يسجلون، احنا ما عندولناش جالسين. اشترينا 2 طرابيل تشعططوا الآن. أعباء كبيرة تتفاقم حدتها نتيجة استمرار توافد النازحين الذين تستقبلهم مديرية المعافر، والذي بلغ عددهم أكثر من 2500 أسرة، منها 1100 أسرة نزحت من مديريات الوازعية وجبل حبشي ومقبنة وعزلتي المشاول والكدحة بالمعافر منذ يناير 2017. هذا هو إذن فردوسهم الكبير، هنا لا تتجاوز آمالهم خيمة مأوى ومن الزاد القليل. لن دورنا فراشات، لن دورنا لا طرابيل، لن دورنا لا بطانيات ولا فراشات ولا شيء، ولا بر ولا سكر ذحم بهذل. نحن كل ساعة ونحن تحت الشقة. مناشدات كثيرة أطلقتها السلطة المحلية ومهتمون لرئيس اللجنة العليا للإغاثة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل السريع لإنقاذ مئات الأسر من الموت جوعا. لكن لا شيء غير الحرب تلقي بظلالها على حياتهم. ففي جبهة الكدحة يتفاقم الوضع الإنساني ويتضاعف العناء نتيجة توسع خارطة المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع منذ بداية أبريل. ما بين قسوة الطبيعة وضراوة الحرب هنا، سيظل النازحون منسيين من كل شيء إلا من برد الليل القارس ورياح جارحة تعجز خيامهم الممزقة عن حمايتهم منها. غير أن ما رسمته البندقية هنا لا يقل قسوة عن الطبيعة.